القدس تجي القيروات دافي لي ورجعت الى هنا. هذه خير من الفلوس في البنك. اسعد الله صباحكم بالخير. اليوم الجميل ان شاء الله متوجهين على مدينه من اعجب المدن، سمعت عنها بس ما تصورت انها قريبه مني بهذا الشكل، يعني مدينه عظيمه بشكل فظيع جدا. وصلنا اظن يسمونها اللاقا، محل السيارات التكاسي الجماعيه. طيب وصلنا الحين، اخذنا اللواج الى هنا الى محطه الرياض، وهنا ان شاء الله على الطيران باذن الله ننتظر السياره بتجي مننا. نزلنا الحين من الباص الثاني، الاول اخذ مني 600 من زي القرش، يعني اقل من الدينار، والباص الثاني 600. الحين وصلنا المحطه هذا. السلام عليكم. القيروان كم يوصلون للقيروان؟ 4800. اللي برجع في الليل؟ في الليل صح بالله، يعني مغربية؟ ها؟ لا سيري؟ لا سعودي. سعودي الله يسلمك، الله يباركك ان شاء الله. هذه كل هالمدن اللي يوصل، هذه اخذناها ب 4700، 4 دينار و 700. من لك شاف من لك، ويلا هذا الفول وجبتنا. اخذنا عليه الفول، تشوفون كيف ما شاء الله كبير الحبات. خلصنا الحين، وصلنا اللهم لك الحمد بالسلامة. ان شاء الله نروح انا والشيخ الطيب بالاسم الكريم سمير يا اهلا وسهلا. نروح انا وسمير ان شاء الله نرجع الى الموقع حق الاثار. هذه نفس المحطة اللي بنرجع منها، والرجوع كذلك نفس السعر. نفس السعر او البضايع هذه كلها اللي هنا، كل البضايع ايش؟ مهربة، تجي مهربة عن طريق ليبيا. طريق ليبيا لا، بسبب الضرائب عالية هنا. مشكلة ليبيا. مشكلة ليبيا. طيب المعلومة الجميلة اللي اعطتني اياها، انها تقول لي المسجد اللي ورا صح ولا لا؟ ولا هو من مدخل المسجد؟ مدخل المسجد من غاد. مدخل من هناك المسجد، قلت لي المسجد هذا اللي هو مسجد جمع بزمع البلوي. ابو زمعة البلوي حجام الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو حلاق الرسول، حجام الرسول يعني حلاق الرسول. اللهم صل وسلم عليه. الامر المهم ان القيروان انا قريت عنها من اول المدن التي تاسست للمسلمين، ومليئه يعني باشياء كثيره جدا من ناحيه الحضاره، من ناحيه حتى القوه العسكريه اللي كانت فيها، فقويه جدا وتاسست عام 50 هجريه. هذا هو المسجد مدفون في صحابة كثير جدا دفنوا هنا، وهي اللي كانت الأساس للفتوحات الإسلامية جميعها في أفريقيا. فشيء عجيب يعني جدا من التراث ومن الحضارة ومن الشيء اللي كان في القيروان. كنت أسمع فيها كثير، بس يوم تمنيت إني أشوفه الحمد لله تحققت مني. اللهم لك الحمد. تنسين أعطينا أقوى لايك. اللي كان فيها المترو، المترو في العهد الفرنسي، في عهد الاستعمار الفرنسي كان فيها المترو كامل، كان يغطي تونس كامله. تشوفون البحيره هذه، النقطه هذه، المياه هذه ايه كانت اعلى من هكا، كانت اعلى من هكا، كانت اعلى. هذه كلها مبنيه، هذه كانت كل ماء المنطقه هذه، كلها ماء. لها 1400 عام، لها 1400 عام. 1400 عام، 1400. الفكرة منها ان هي وقت الصيف، وقت الحرارة الشديدة، وقت الحرارة الشديدة تعطي هواء بارد، تعطي هواء بارد في المنطقة هذه، تلقاها تكون مليانة جدا. تشوفون الحين بناخذ لنا تاكسي نروح على المدينة القديمة، تقريبا تبعد كيلو ممكن، بس عشان الوقت. اشترك في القناة، فعل زر الاشعارات. بس عليك. عليها وقت عندي كذبه. خير.
المدخل نتاع المدينه. علاش قلت لك من داخل راهي تبدلت؟ كان البني مش كما هكا يعني 90% تبدلت. اوف والله مش 90% بقى ما عدا السور والجوامع. السور والجوامع هي اللي باقي الاساس. تلقون محلات الذهب تو نهزك ندخلك في بلاصه فيها مخلوق. هذه الزربيه تاع قروي. الزربيه؟ الزربيه الماء المرقوم. لا لا قصدك السجاد؟ السجاد من افضل انواع في العالم السجاد تاع قروي. بروطه بئر بروطه. هذا سج ما شاء الله. السلام عليكم. تشوفون الجمل يدور يدور، وهذه القرب الصار ذي تدخل تتعبى وتطلع من فوق شوية، ما هي مثل اللي عندنا، اللي عندنا أسهل من كذا بكثير. هذا اللبس التقليدي أهل تونس. شو اسمه؟ هذه قشابية. قشابية في تونس رهيبة جدا. وهذه إذا خرجتوا من البوابة تلقون الطواجن والأشياء الفخارية. وأخذنا لنا التاكسي الثاني. اللي هي الجبانة، اللي هي المقبرة هذه تشوفونها؟ المقبرة هذه. إيش اللي اسمها؟ هي أصلها تاريخيا هذه جبانة يعني الصحابة. الصحابة. جبانة الدفن فيها الصحابة. هذا المدخل الاساسي للمدينه القديمه. هذا اللي تشوفونه جامع عقبه بن نافع، هذا اللي اسس القيروان، وكان اكبر جامع في المغرب العربي حتى اواخر القرن العشرين، حتى بناء جامع الحسن الثاني بالدار البيضاء، فكان هذا اكبر جامع في المغرب. تشوفون ما شاء الله كيف يعني حتى البناء والتصميم من اجمل الاماكن. على كلامه يقول لي كانت الممرات فيها صعبة جدا، يعني الواحد يدخل ما عاد يقدر يطلع. تكلموا كثيرا فيها من ناحية تصميمها كعسكريا وك يعني عمران، كانت مميزة بشكل يعني عجيب. بس عجيب انه يقول لك يعني رابع استمرت لأربع قرون، يعني المسلمين هم اللي مسيطرين عليها. وكذلك المعلومة الغريبة انها تجي كرابع مدينة للمسلمين. رابع مدينة بعد مكة المكرمة، وبعد المدينة المنورة، وبعد القدس تجي القيروان. رابع مدينة. العلم، الثقافة، الفتوحات، الجهاد، كل شيء من هنا انتشرت على افريقيا. حتى موقعها كان يعني من تنطلق جميع الشيء من هنا على افريقيا وعلى الاندلس، كان ترسل من هنا الجيوش ومعدات ومدد ومؤن وكل شيء. عشان كذا محصنة تحصين شديد ومهتمين فيها بشكل كبير. جامع عتيق جدا 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 جدا. كلها تحف. نجم عينها صوف غلم غلم صوف أيوة. غلم شيت ايوه ايوه كشمير كشمير حرير. ما شاء الله تشوفون كمية الأعمال الأشغال اللي موجودة فيه. هذه كلها على ما أعتقد كلها صناعة يدوية. صناعة يدوية وفي القيروان. صناعة يدوية منين؟ السعودية. مرحبا. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. هذه خير من فلوس في بانكا صدقني. خير من. واما الحرير لابد يدويه ما ينفع. يدوي يدوي كل يوم. هذه تعتبر ماكينه حديثه نوعا ما يعني. خلصنا من المنطقه هذيك البيع، والحين ما شاء الله تشوف المسجد عقب الباب ما شاء الله ما اجمل الليل جميل جدا. اخذنا من هنا كروسان على حساب الله يكثر خيره يا رب ويعطيه العافيه. كلفنا عليه اليوم والله كلفنا عليه، لكن الله يكتب اجره وما يلقى له كل خير ان شاء الله. الاجواء ما شاء الله جميله وسواليف وعلوم طيبة. متوجهين ان شاء الله الى المحطة. محطة؟ لا لاجا لواج لواج لواج
محطة اللواج اللي هي هي اللواج ترجمها بالعربي تلقاها كلمة نقل. ايوه ايوه هي بالفرنسي اللواج. الاجواء خنفشارية الله يبارك. المواصلات الجزائر نفس السوق. الليل مقفلة على كذا انتهى يومنا الجميل في القيروان. في القيروان حنا وحبيب قلبي الله يعطيه العافية ويجزاه خير. اخذنا سندويتش الله الله يجيكم. اخذنا سندويشات من ورا و ما ادري كان شكلي في حلا. اخذنا حلا بعد من هنا ونلحق ان شاء الله على الباص اللي يودينا باذن الله على سوسه باذن الله. هذه شو يسمونها اسمها ايش اسمها؟ كفتيج. كفتيج القروية. خبز القروية. مقروض القروية. ناخذ حلا 100 جرام بس بس لا تكثر لا تكثر شوية بس. أكثر من 100 جرام 200 جرام بدينار من كل شيخة حبة. يلا إن شاء الله نلحق إنه باقي موجود. الرجال اللي كان معايا أبغى أعطيه سندويشة. طيب نزلنا ذا الحين وننتظر الباصات تجي من هنا عشان تودينا على باب بحر صغيرة. هذا رايح؟ جيركم اكلنا ايش اسمه ايش؟ قرطاجة سندويش هذه اللي من اخذناها. حساب حشية فلفل كلها فلفل. اكلتها خلصتها بس والله يا وجهي اني قعدت دافي لين رجعت الى هنا. قعدت مسخن. وصلنا للمحطة انزل والله على بيتي على بيتي. ايش فيني على بيتي دي على الهوستل. امشي بدي يلا جرب طريق جديد. خفتوا ولا باقي؟ مثل هذا يجيك من هناك يفشخك ما تشوف شيء. الله يسترنا وستر سلامتكم. واخيرا وصلنا النزل. بسم الله بنروح نشتري لنا مويه و مويه نشرب لنا شاي ونرجع. قاعد ادور قهوه او كافية على قد حال لانه غالي والله ما هي برخيصه يعني والكوب صغير ما يمديك حتى تقول كذا بس تشرب من راس الفنجان لقد تخلص. فهنا هي منطقة سياحية تستهدف السياح أكثر. سلمني على تونس دق في هذا الشاهي ولا عندك أحد. أنت في آخر الليل يزيد السعر بعد يعني تأخذ الشاهي. أخذت الكافي اللي أمس أنا ما صورت أمس كان الكافي الشاهي الكوب بدينار ويوم أخذته في آخر الليل 2 دينار. أخذت الحمية الرجال سألته قلت له في كافي قريب وسعره مناسب اعطاني الاسعار. قال شوف روح اذا اعطاك سعر اكثر من كذا ارجعني. اخذت الحميه كذا اعجبني. الناس فيها خير يعني مهما كان. تبغى تلقى الخير بتلقى، تبغى تلقى الشر بتلقى اينما كنت. تسلم. ليش الشاهي ما عمره يكون حار يكون دافي كذا؟ عندنا يقعد يغلي لين يطلع من عيونك. اقول له اعطني حار ما حد يعطيني حار، اعطيني اياه بالطريقه ذي دافي ما عاد في احد خلاص. تشوفون هذه الجلسات. على كذا خلصنا ان شاء الله يومنا الجميل هذا. ما صحينا الا متاخر يعني بسار حفل اليوم مع نفسي. المهم اقراوا عن القيروان عن دورها الفعال وعن دورها العظيم في الاسلام وفي افريقيا وفي الاندلس كيف اثرت. فكان لها اثر كبير جدا جدا في اقراوا عن هذا التاريخ المجيد العظيم عن الاسلام وعن المنطقه هذه. هذا مرة ثاني كنت اول مره تسمعون بالكلام ذا. كانت معلومه جديده عليكم حتى هي جديده علي. فانشروها لغيركم افيدوا بها غيركم والله ينفعنا واياكم ويجعل لنا فينا خير الاسلام والمسلمين. على الاقل اذا ما تقدر توصل المعلومه بنفسك انشر الفيديو هذا لغيرك. ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه ان شاء الله. راح تشوفون الايام القادمه ما يسركم وما يسعدكم باذن الله. وانتظروا ان شاء الله القادم افضل واحسن. طاب مساءكم بدروس الخضراء
أرض الجبالي و ما مسك معي التعبير بس أسبوع الأخير. أمان الله.